المملكة العربية السعودية تحركت من أجل الحصول على منظومات دفاعية دقيقة من أجل التصدي للطائرات المسيرة وخطر الطائرات المسيرة القادمة من إيران، وهذه كلها جاءت بتفاصيل قادمة وواضحة من البريكنج ديفنس يوم أمس من قبل ومن خلال تصريحات قادمة من مسؤولين غربيين لم يصرحوا باسمهم، وقالوا الآتي: السعوديون طلبوا رسميا في الأسابيع الأخيرة من إسرائيل الموافقة على بيع مختلف الطائرات بدون طيار وأنظمة الرادار وأنظمة الإنذار المبكرة الأخرى وبعض أنظمة الدفاع الجوي لقواتها الدفاعية. وأضافوا أيضا أن المفاوضات تركز على أنظمة لا تخضع لموافقة تصدير من واشنطن، أي بما معنى لا داعي لأخذ موافقة الولايات المتحدة الأمريكية أو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل الحصول على هذه الأسلحة أو شرائها من إسرائيل. وهذه التفاصيل التي جاءت من البريكنج ديفنس هي جاءت بعد 24 ساعة من تصريحات مثيرة للغاية قادمة من مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، الذي أكد بأن إيران تعاون روسيا وعلى وشك أن تسلم روسيا مئات الطائرات المسيرة من أجل أن تستخدمها روسيا في حربها في أوكرانيا. وكذلك هو اليوم أكد أيضا جيك سوليفان على خطورة هذا الموقف وهذا التحول الكبير الذي يأتي بهذا الشكل. وأيضا هذه المعلومة القادمة من البريكنج ديفنس هي جاءت متزامنة مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم إلى الشرق الأوسط، حيث يهدف الرئيس الأمريكي إلى العديد من الأمور وإلى تحقيق العديد من الأمور، أهم قضيتين هو يركز إلى تحقيقها وعلى تحقيقها في الشرق الأوسط هي الملف الإيراني، وتحديدا فيما يتعلق في الاتفاقية النووية. إذا فشلت هذه الاتفاقية النووية أو نجحت، ما هي الضمانات باتفاقية جديدة وما الذي سيترتب وما الذي ستترتب عليه الأمور؟ وكذلك هل من ضمانات على عدم أو على منع إيران من الوصول إلى القنبلة النووية أو على الأقل القدرة للوصول إلى القنبلة النووية، وما هي الخطة باء بلان بي التي تخطط لها يا بايدن؟ وكذلك المسألة الأخرى والمهمة هي مسألة الطاقة التي ستصبح واضحة بشكل أكبر عند وصوله الجمعة القادمة إلى المملكة العربية السعودية. المثير بما نشرته البريكنج ديفنس عن مسألة رغبة السعودية بالحصول على منظومات دفاعية خاصة بالطائرات المسيرة وحتى طائرات المسيرة بحسب ما نشرته البريكنج ديفنس، فإن السعودية هي ليست الوحيدة في هذا الأمر أبدا، بل إن هنالك العديد من الدول العربية التي تبحث عن هذه المنظومات، بل منظومات أكبر وأخطر ومنظومات ليزرية تحديدا. هذا الأمر هو أصبح واضحا في 28 من يونيو الماضي، قبل أيام قليلة على الميدل إيست مونيتر نشرت تقريرا متعلق بهذه القضية وبأن إسرائيل، وهذا هي ما نشرته وهذا ما تحدثت عنه الميدل إيست مونيتر، بأن إسرائيل ستحاول إقناع الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعطائهم الموافقة لبيع مثل هذه المنظومات المتقدمة. ولاحظ هذا الذي ثبتته الميدل إيست مونيتر حول هذا الموضوع: تعتزم إسرائيل مطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالموافقة على تسليم نظام دفاع جوي إسرائيلي يعمل بالليزر إلى الدول العربية القريبة جغرافيا من إيران بما في ذلك المملكة العربية السعودية. هذا التقرير صدر بعد يومين فقط من تقرير مثير للغاية كان قادما من الوول ستريت جورنال عن طبيعة اجتماع كان قد تم في مارس الماضي بين أعلى المستويات وعلى أعلى المستويات من القيادات للدول العربية بحضور طبعا قيادات عسكرية كذلك إسرائيلية وبإشراف تام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية أشرفت بهذه الاجتماعات بحسب ما وثقته الوول ستريت جورنال، حقيقة أشرف عليها فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الوسطى السابق وكذلك قائد القيادة المركزية الأمريكية الحالي إريك كوريلا، هم الذين أشرفوا على هذه الاجتماعات وعلى هذه الاتفاقيات. وبالتالي نحن أمام ترتيبات هي قادمة منذ مارس الماضي متعلقة بهذه الأسلحة. والدول العربية، لمن يتساءل من هي الدول العربية التي كانت موجودة في هذه الاجتماعات؟ بحسب ما تحدثت عنه الوول ستريت جورنال فإن الإمارات العربية المتحدة، قطر، البحرين، المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية وكذلك جمهورية مصر العربية، كلها كانت حاضرة مع قيادات عسكرية إسرائيلية بحضور الولايات المتحدة الأمريكية كما تحدثنا إلى هذا الاجتماع الذي تحدثت
تحدثت عنه الوول ستريت جورنال. والواضح أن كل هذه التقارير الآن أصبحت واقعا وأصبحت حقيقة. كيف هذا أصبح؟ من خلال الصور القادمة قبل ساعات من وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مطار بن غوريون، حيث جاءت الصور بهذا الشكل لعرض المنظومات الدفاعية الليزرية الإسرائيلية بهذا الشكل، وضعوها وعرضوها بهذا الشكل للرئيس الأمريكي. وبالتالي بمجرد ما ينزل على الريد كاربت على السجادة الحمراء فإنه سيجد كل هذه المنظومات وسيستعرضون له هذه المنظومات. والواضح جدا بأن هنالك توجها كبيرا إلى الناتو الذي سمعنا عنه كثيرا والذي أطلق عليه الناتو العربي أو الناتو شرق أوسطي أو التحالف الدفاعي. وبالتالي الفكرة من هذه القضية تحديدا هي ستبدو بهذا الشكل إذا ما وصلوا إلى اتفاق، وتقدمت هذه الأمور بكل تأكيد ستكون وكأنها مظلة ليزرية بهذا الشكل الذي ترونه من أجل حماية المنطقة بالكامل من أي هجمات مباشرة بالطائرات المسيرة على الخليج العربي، على المملكة العربية السعودية، أو قادمة من الفصائل المسلحة في العراق، الفصائل المسلحة الموالية لإيران في سوريا، وكذلك من الحوثيين أيضا. أي محاولات ستكون هذه المظلة حاضرة بتقنيات عالية للغاية، رادارية ليزرية صاروخية قادرة على سحق أي تهديدات من الطائرات المسيرة أو حتى تهديدات على مستوى الصواريخ بكل تأكيد. وهنالك معلومات حصرية تحصلنا عليها اليوم بطبيعة قضية خطيرة جدا إيران لا دخل لها بها أبدا، وهذه المعلومة الحصرية تتحدث بأن رئيس استخبارات إحدى الدول ليست إيران قام بحث ممثل الحوثيين على القيام بهجمات على إحدى الدول الخليجية بالطائرات المسيرة وعلى كذلك بالطائرات المسيرة وبالصواريخ كما تحدثنا على إحدى الدول الخليجية. وهذا الأمر هو سبب آخر ودافع آخر دفع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بعد معرفتهم بهذه التفاصيل للذهاب بسرعة للوصول إلى هذه المنظومات الدفاعية، لأن الأمور ستشتبك وستصل إلى نقطة صعبة، فلا بد من الحفاظ على هذه المظلة التي نتحدث عنها بكل تأكيد بهذا الشكل. ولكن أيضا يجب أن ننتبه إلى قضية مهمة للغاية هنا، بأن إيران لم تتوقف في هذه المسألة ولم تترك الأمور أبدا أن تجري بهذا الطريق. فإيران كانت لديها على سبيل المثال قبل أيام قليلة تصريحات قادمة من الحرس الثوري الإيراني بلهجة قوية وتهدد أي تشكيل لأي نيتو عربي على غرار النيتو الموجه في أوروبا ضد روسيا. اليوم كانت الخارجية الإيرانية حاضرة في عملية تصريحات مهمة جدا، قد تحدثت عن فكرة النيتو التي تبحث عنها الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، وقالت بأن الولايات المتحدة الأمريكية بفكرتها بالوصول إلى نيتو عربي في المنطقة لن يؤدي إلى استقرار المنطقة بأي شكل من الأشكال، ونحن مستعدون لمد يد الصداقة لكل دول الجوار، بل نحن أيضا. وبتفاصيل قادمة قد ثبتتها وكالة رويترز اليوم بأن إيران أكدت على مضيها في المفاوضات مع المملكة العربية السعودية، وأيضا وكالة رويترز أكدت بأن السعودية مهتمة بالاستمرار بهذه المفاوضات أين؟ على الطاولة العراقية، على الأرض العراقية تماما والاستمرار بها. والواضح جدا بأن إيران تحاول قطع الطريق تماما عن أي مشروع لنيتو عربي في المنطقة ممكن أن يقف ضدها. هي تريد أن تبقي إسرائيل تحت الضغط ولا تريد أن تتحول المنطقة ضدها. تحول المنطقة ضدها بهذا النيتو بهذا الشكل وفشل المفاوضات النووية مع احتماليات ضربة وعملية عسكرية على منشآتها النووية هي نقطة خطيرة للغاية إذا ما شددت الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها بكل تأكيد مع الدول الأوروبية. دعنا نقطع الطريق، دعنا نتواصل مع جيراننا والمملكة العربية السعودية. وكذلك قد يكون الآن من الأفضل للإيران العودة للاتفاق النووي وإنجاح هذا الاتفاق النووي رغم كل الصعوبات التي يعاني منها هذا الاتفاق النووي والفشل في الجهود الدبلوماسية حتى هذه اللحظة، وحتى أكبر المختصين في المجالات وفي الأمور الإيرانية والمجال الإيراني جيسون بروتكي قد صرح اليوم إلى العرب نيوز اللندنية بأن الاتفاق النووي وتحديدا المفاوضات النووية قد ماتت، لكنه أيضا في نفس الوقت أكد بأن هذه المفاوضات لم تدفن ومن الممكن أن تعود إلى الحياة ومن الممكن أن يكون هنالك نجاحا في العودة إلى الاتفاقية النووية. نفس هذه التصريحات بل تصريحات أكثر تفاؤلا كانت قادمة
من وزيرة خارجية فرنسا وهي كاثرين كولونا، قالت بأننا أمام بضعة أسابيع من أجل النجاح والعودة للاتفاقية النووية. وقد تكون هنالك أخبار جيدة للولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا إلى إدارة بايدن في مسألة العودة للاتفاقية النووية، هي قضية نشرتها وبتفاصيل نشرتها النيويورك تايمز يوم أمس بأن إيران فعلا قد تسعى هي بالعودة للاتفاق النووي بسبب الضغوط التي تتعرض إليها، ضغوط اقتصادية بدأت تتعرض إليها ليس من الولايات المتحدة الأمريكية لا أبدا، هي قادمة من روسيا صدق أو لا تصدق، رغم كل هذه العلاقات الكبيرة القادمة وتوطيد العلاقات مع روسيا. نيويورك تايمز قالت بأن روسيا ببيعها للنفط بسعر رخيص للغاية، برميل النفط تبيعه برخص هائل للغاية بحسب نيويورك تايمز، جعل بكل تأكيد المبيعات إلى الصين كبيرة للغاية. الواردات النفطية الصينية 55% من الواردات النفطية الصينية هي قادمة من روسيا، روسيا تقدمت على الجميع في هذه المسألة. وهنا المشكلة أن روسيا معاقبة ولا تستطيع بيع النفط إلى أي دولة تريد، كذلك هو الحال مع إيران وكذلك هو الحال مع فنزويلا، هذه الدول كلها معاقبة وإيران بدأت تعاني على مستوى بيع النفط، رخصت وقامت بعملية تخفيف وتقليل سعر برميل النفط، إلا أنها لا زالت تعاني إلى درجة أن في 48 ساعة الماضية محكمة التدقيق العليا الإيرانية قد نشرت تفاصيل مثيرة للغاية بأنهم كانوا بحسب توقعاتهم في خلال وفي شهري أبريل ومايو الماضي كانت التوقعات أن يكون الدخل الإيراني من مبيعات النفط كان من المفترض أن تحقق 37%، هذه التوقعات ما تم تحقيقه بحسب محكمة التدقيق العليا الإيرانية بعد تدقيقها في أبريل وفي مايو الماضي حققت فقط 13%، وهذا كله بسبب ما تقوم به روسيا من هذه المبيعات الرخيصة للغاية. الصين سعيدة جدا بشراء نفط رخيص طبعا بكل تأكيد، ولذلك الصادرات ارتفعت وقد ترتفع بشكل أكبر من قبل روسيا بهذا الشكل. وبالتالي أيضا النيويورك تايمز أكدت بأن فنزويلا متضررة جدا من روسيا بسبب هذا التحرك الذي طبعا تضطر عليه روسيا من أجل النجاة من العقوبات الأمريكية. وعلى هذا الأساس وجدت النيويورك تايمز بصريح العبارة بأن إيران لكي تنقذ نفسها يجب أن تعود إلى الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية، تتخلص من العقوبات، تنجح الأمور، تنجح المبيعات النفطية ونبيع النفط إلى كل العالم من دون أي مشاكل. نفس الأمر مع فنزويلا، فلا زالت تمتلك عرضا للعودة وللحديث مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الغرب، وبالتالي أيضا تتخلص من القيود وتبيع النفط لجميع أنحاء العالم. وعلى هذا الأساس قد تكون الولايات المتحدة الأمريكية سعيدة جدا بمثل هذه الأنباء، لأن هذا سيعني انتعاشا في إنتاج النفط وفي السوق النفطية وانتعاشا للاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي، وانخفاضا كبيرا ستشهد بكل تأكيد في ظل هذه التحركات بالنسبة للتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد ذلك يزداد الضغط على روسيا وعلى الصين، معادلة رائعة جدا للولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية هي لا تعلم، لهنالك لا زالت هنالك عدم ثقة كبيرة في إيران ومسألة رغبتها في العودة للاتفاقية النووية بكل تأكيد علامة استفهام كبيرة. ما إذا كانت المملكة العربية السعودية ستثق مرة أخرى بالولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وكذلك الناتو العربي، علامة استفهام كبيرة جدا. لذلك هي بدأت تحسب السيناريوهات السيئة وبدأت تعمل على الاستمرار في ضرب رؤوس الفوضى، وهذا الأمر أصبح واضحا يوم أمس بإعلان من البنتاغون تم بضرب إحدى الرؤوس الخطيرة لتنظيم داعش الإرهابي. بتفصيل قادم طبعا من البنتاغون أكد بأن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، ودعونا نأخذ اللون الأسود لكي يكون واضحا بشكل أكبر هنا، التحالف الدولي بطائرة مسيرة وتحديدا في هذه المنطقة وهي جنديرس التي تأتي من ضمن ريف عفرين بهذا الاتجاه الذي ترونه، قامت الطائرة المسيرة من نوعية MQ-9 ريبر باستهداف أحد أخطر قادة تنظيم داعش الإرهابي، وهو أحد أبرز 5 قادة في تنظيم داعش الإرهابي، وهو على دراجته النارية وأردته قتيلا مباشرة. كانت هنالك طبعا صورة لماهر العقال الذي طبعا اختيل وقتل بهذا الشكل بكل تأكيد، نلاحظ من خلال هذا الشارع الذي ترونه بهذا الشكل الذي ينعطف بهذه الطريقة أن هذه العملية طبعا جاءت بهذا الاتجاه لعملية الضربة التي جاءت من البنتاغون. واضح جدا بأننا أمام زراعة منتظمة لهذه
هذه الأشجار في هذه المنطقة، كذلك جبل يبدو لونه بالأبيض مع عدد من الأشجار أو الشجيرات الصغيرة، وكذلك هذه الجبال التي ترونها التي تأتي بهذا الاتجاه بأخذ هذه العلامات والتوجه إلى القمر الصناعي بالقرب من جنديرس. فقط لنعرف أين تقع هذه المنطقة بالضبط، بالتوجه الآن مباشرة وبالهبوط بالقمر الصناعي سنجد أنفسنا أمام حلب بهذا الاتجاه. دعونا نهبط إلى هذه المنطقة فقط لنرى أين هذه المنطقة بالضبط، بالتوجه إلى هذه النقطة الآن فسنرى بأننا أمام جنديرس. هنا جنديرس بهذا الاتجاه، وهذا هو ريف عفرين الذي تعتبر جنديرس هي تابعة له بكل تأكيد. المنطقة التي نتحدث عنها تأتي بهذا الاتجاه على مسافة 7.5 كيلومترا، وإلى غرب هذه المنطقة منطقة عفرين على مسافة أكثر من 14 كيلومترا بكل تأكيد. وبالتالي هذه المنطقة عندما نقترب منها لنقارن هذه العلامات التي تحدثنا عنها بكل تأكيد لكي نعرف المنطقة بالضبط التي اغتيل بها هذا الرجل. فبالوصول إلى هذه المنطقة وصلنا إلى هذا الطريق بكل تأكيد، دعونا نقوم بالتفافة بسيطة وسنلاحظ بأننا أمام فعلا نفس العلامات التي تحدثنا عنها. هذه هي الزراعة بالأشجار المنتظمة التي تأتي بهذا الاتجاه، هذا هو الطريق الذي ركزنا عليه بهذا الشكل، وهذا هو جبل باللون الأبيض مع عدد من الأشجار أو الشجيرات التي تبدو كما تبدو من الصورة. وبالتالي الضربة هي جاءت هنا قد لا تبدو واضحة بالنسبة للجبال، وهذا الجبل على أنها جبال إلا أن هنالك صورة واضحة جدا للجوجل إيرث كما تلاحظون، هي واضح جدا بأننا أمام نفس المنطقة بكل تأكيد. هذا هو الجبل وهذه هي الجبال، والصورة أصبحت دقيقة للغاية بأن الرجل اغتيل هنا بكل تأكيد. وضرب رؤوس الفوضى أمر مهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هي شددت بهذا الأمر كما تلاحظون هنا. هذه هي الدراجة النارية التي طبعا قتل فيها هذا الرجل الذي تلاحظونها، واضح بأنها سحقت بالتمام والكمال، وأن الضربة جاءت بصاروخين. ومن عملية هذه الانتشار الكبير والحريق الكبير الذي جرى توضح بأن الصاروخ الذي استخدم هو من نوع AGM-114 Hellfire 2 الذي استخدم في هذه العملية، نفس الصاروخ الذي استخدم ونفس النوعية التي استخدمت ضد الجنرال الإيراني قاسم سليماني. كانت في السابق العديد من العمليات في الشهر الماضي، كانت هنالك عملية تحديدا نتحدث هنا عن منطقة مهمة في إدلب ضد أحد قيادات حراس الدين التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وكذلك كانت هنالك عملية ضبط واعتقال من قبل التحالف الدولي أيضا كانت ضد أحد أخطر قيادات تنظيم داعش، وكان والي الرقوة أحد الخبراء أيضا في عمليات التفخيخ والتفجيرات. وبالنسبة طبعا إلى أدلب والعملية تمت بنفس الطريقة بطائرة MQ-9 ريبر، واختالت أيضا وقتلت هذا الشخص من حراس الدين وهو أبو حمزة اليمني، ودمرته أيضا بدراجته النارية. وبالتالي نحن فعلا أمام تطورات غريبة في منطقة الشرق الأوسط وتحولات مثيرة للاهتمام، وتظل الأسئلة الكبيرة كيف سيعاد ترتيب منطقة الشرق الأوسط، وهل سينجح الرئيس الأمريكي جو بايدن في تحقيق ما يبحث عن تحقيقه بكل تأكيد من خلال هذه الزيارة المهمة.